في حزب بلبنان عنده ميليشيا، وهيدي الميليشيا متهمة بقتل رئيس حكومة لبنان ومتهمة ب 13 اغتيال يلي لحقوها. هذه الميليشيا عم بتهدد الناس، هذه الميليشيا عم بتخون الناس، هذه الميليشيا عم تهدر دم الناس بأعلامها وبالناس يلي عم بيطلعوا يحكوا باسمها. أنا اليوم كمواطن لبناني كرامتي منتهكة. ليه؟ لأنه أنا ممثل بدولتي، دولتي مخطوفة، مش دولتي اللي عم يلي أنا انتخبتها عم بتقرر مستقبلي، في حدا تاني عم بيقرر مستقبلي من غصب عني ومن غصب عن دولتي. في حدا اليوم عم بيورطني بصراعات أنا ما إلي علاقة فيها، في حدا اليوم عم بيورط المزارع اللبناني بأنه ما يقدر يصرف بضاعته بالخليج لأنه هو قرر يبعث كابتاجون على الخليج وقرر أنه يسبهم كل يوم على بكرة ظهر وعشية على الترويع على الغداء وعلى العشاء. في حدا اليوم جرنا على مغامرات بسوريا وباليمن وغير محل ورط لبنان بهذه المشاكل. أنا بالنسبة لإلي ما بقدر اسمح لحالي كمواطن لبناني أني أقبل عيش مواطن درجة تانية ببلدي. هيدي ما عادت شراكة، هيدي عنف أسري. يعني إذا أنت عائلة وعايش ببيت، هيدا منا حياة عائلة، هيدا في هون اغتصاب وفي عنف يومي عم بيتعرض له كل اللبنانيين.